مش لا طبعا انت مبدع يا سلام. خلص ثاني يا دكتور. والله يا مجدي انا كنت اتمنى او ما زلت اتمنى، بس دوت مرتبط بهل اللونج فوليومز اند كاباسيتيز داخله في العملي ولا لا؟ مش شرحها في النظر يعني مش داخله في النظر يا ولد. اه مش شرحها. غالبا هنشرحها ونخلص بقى. الامتحان بتاع المزود ده امتى؟ اول واحد حسب الطبيعي يومين؟ قال دايما السؤال الفيزيولوجي ايه الفرق بين كلمه كنترول وكلمه سيكريشن يعني ده؟ الكنترول هم القلب والسيكريشن يسوع هو اللي بينظم شغل القطع. يعني انا كنت بدرس مين من شويه يا زينب؟ كنت بدرس البايلوس بايلوتو سنتس. امال انا هدرس ايه دلوقتي؟ انا هدرس ازاي الاربعه سنتس دول بيديروا الشغلات. يعني مثلا حضرتك دلوقتي قررت تنزلي تكتب، فانت فهمتي ان الدي ار جي هيبدا يشغل الفي ار جي. ايوه هم عرفوا منين اصلا ان انا بكتب؟ هتفهم اللي انا بقوله؟ طيب مثلا حضرتك عندك اكسجين قليل، تفتكر هنتنفس اكتر ولا لا؟ اه طبعا هنتنفس اكتر. هم هيعرفوا منين ان الاكسجين قليل؟ يبقى شغل القاده ده بيجي له اشارات تنظيميه. دي العمليه اللي اسمها ايه يا اولاد؟ حد فاهم الفرق بين الكنترول والريجوليشن؟ معايا دكتوره سوا. يبقى الكنترول هم الاربع سنترز، الريجوليشن هي الاشارات اللي هتيجي تنظم شغلك. ومن الاخر كده الاشارات ديت يا كيميكال يا نان كيميكال. يعني ايه يا اميره كيميكال؟ كيميكال يعني تاثير البلاد جاز. هما مين البلاد جاز دول يا ليلى؟ الاكسجين، الكربون دايوكسيد، الهيدروجين ايون. هما دول الثلاثه بلاد جاز. ده البيزك. يعني ايه ده البيزك؟ قال لك يعني ده الاهم. اي حاجه ثانيه غير البلاد جازز يبقى اسمها نون كيميكال. يبقى تاني اما اقول لحضرتك يا ولاد انا هشرح دلوقتي ريجوليشن اوف ريسبيريشن، فحضرتك عارفه ان انا هشرح الاشارات اللي هتيجي للريسبيراتوري سنترز عشان تاثر على شغلك. الاشارات ديت حاجه من اتنين يا دكتوره انجي، يا اما اشارات بتاعت بلاد جاز يبقى اسمها ايه؟ يا اما اي حاجه ثانيه يبقى اسمها ايه؟ نون. حد فاهم اللي انا بقول؟ انا هبدا طبعا الاهم مين هم الكيميكال، بس انا هبدا بالنون كيميكال لان يا جعفر انا ما ينفعش ابدا الكيميكال واقطعه. فانا هبدا بمين دلوقتي؟ بالنون كيميكال واكملهم بكره واخد معاهم الكيميكال. معايا يا محمد؟ ما حدش يجيب حصه بكره بقى عشان حصه بكره مهمه جدا. تمام؟ طيب قلت للدكتوره تعالى انا وانت اما نبدا بالنون كيميكال. فليه يقول؟ قلت لها النون كيميكال ديت اي اشارات ثانيه غير البلاد جازز. قالت لي زي ايه؟ قلت لها زي اشارات تيجي من الهاير سنتر او اشارات من الريسبيراتوري سيستم شخصيا. وحاجات تانية هبقى اكملها لك بكره، بس انا عايز اركز على دول دلوقتي. لو عرفت نخلصهم يبقى شيء عظيم. يعني ايه يا دكتوره سلسبيل اشارات من الهاير سنترز؟ بتهيألي انت راجل بقى خلاص بتخلص البيزك ساينس. هو مين ده؟ لما اجي اقول لك يا ليلى انا هيجي لي اشارات من هاير سنتر، يعني قصدي هيجي منين؟ فوق ده فين بقى؟ قال لك والله فوق ده ممكن تكون الكورتكس، ممكن يكون منطقه اسمها ليمبيك سيستم، ممكن يكون الهايبوثالامس. التلاته دول يعتبروا فوقي. فالتلاته دول يا سلسبيل اسمهم ايه؟ هاير. هاير سنتر الاول اللي هو السيربرال كورتكس هو ده المسؤول عن الشكل الفولانتري، هو ده المسؤول عن الشكل الايه؟ الفولانتري. ازاي الكورتكس تقدر تتحكم في التنفس؟
الاول عبد الله انت راجل بقى حوت سي ان اس، يعني احنا زمان لما كنا نشرح للطلبه السبايريشن قبل النيو ساينس كان الطالب ما يفهمش اللي انا هقوله ده، بس انت ده دلوقتي راجل الحوت ركز بقى فعلا انت فاهم اي حاجه، بس هقول لك برضه شرط البرين ستيم بتنزل في حزم اسمها ريتيكيو سباينال زاك، الشرط الكورتكس بتنزل هي كمان العضلات ممكن انزل مباشره عبر حزمه اسمها كورتيكو سباينال سوري، يبقى الكورتكس يا سهى ممكن هي تنزل مباشره على الديافرام والاكسترنال انتركوستال تشغل اهو الكورتكس بتاعتي مش شغاله دلوقتي، وممكن الكورتكس بدل ما تنزل مباشره على العضلات تقوم هي بعت لمين للسيبس، حد فاهم اللي انا بقول؟ يبقى تاني ازاي الكورتكس تعمل الفولانتري كنترول؟ حاجه من اثنين، يبعت للسنتر انظم شغله، يبعت انا مباشره لعضلات التنفس بالحزمه المباشره بتاعتي اللي اسمها كورتيكوس باينال، ده ينفع وده ينفع. انما في الاخر ايه الاشكال بتاعه الفولانتري ريسبيريشن؟ لا يا مريم ده الفولانتري ريسبيريشن ده شغال طول الوقت، يعني حضرتك اصلا وانا عمال اتكلم كده بقالي ساعه فاحنا اصلا بننظم التنفس، انت عارف كنت بتتكلم ازاي؟ انت بتاخد الشهيق وتبدا اثناء خروج الهواء تحرك الاحبال الصوتيه بتاعتك عليه، فده هو شكل من اشكال الفولانتري ريسبيريشن، طول الوقت عاملين. حضرتك ممكن تحب تتصدنا وتغني مثلا وتظبطنا واحده يا ليل، فاليليل ديت ده شكل من اشكال الفولانتري ريسبيريشن. بس في شكلين اكسبيرمنتال ظراف عايزك تاخد بالك منهم. الاول اني اعمل كده. وده اسمه هايبر فنتيليشن، اسمه ايه؟ والتاني بقى اني اعمل كده. وده اسمه ابنيا، اسمه ايه؟ عندنا بقى معلومه لطيفه وظريفه ان شاء الله لو ربنا اكرمنا يعني وعدينا من الكورونا على خير وانت فضلت عايش، لا مش عشان الكورونا بعد الامتحانات يعني ووصلت لمرحله الصيف وهتصيف قابلني، المهم يعني عشان انت هتخلص امتحانات اصلا في شهر 9 اللي جاي، المهم عشان ما تعيطش لو رحت تصيف يوم من الايام يعني مش لازم السنه دي. ففي مسابقه الغطس المصري، مش عارف بجد انت عارف الغطس المصري ولا لا، في الغطس الاجنبي اللي هو الدايفنج، احنا المصريين بنعمل مسابقه الغطس بتاعتنا ازاي؟ بنعمل كده ونزل تحت الميه. فدي ابنيه، فاحنا عايزينك تكسب الابنيه. ازاي البني ادم يقدر يطول زمن الابنيه؟ الاول انتوا عارفين ليه الابنيه لازم تقف؟ يعني هل انت يا ليلى ممكن تقرري النهارده من كتر الاحباط تنتحري بان انت تعملي ابنيه كده؟ والله انا موت نفسي اهو. بعد شويه ايه اللي هيحصل؟ حد عارف ليه ده لازم يحصل؟ اصل في عندنا حاجه اسمها الكربون ديكسايد. والكربون ديكسايد ده بكره هقول لك انه اخطر من الاكسجين. فعند نقطه معينه اول ما الكربون ديكسايد بيعلى بيكسر الابنيه. النقطة دي تمارين اسمها البريكنج بوينت، اسمها ايه؟ فأنا دلوقتي عشان أطول زمن الأبنية هعمل الآتي. أول حاجة أعمل هايبر فنتيليشن قبل الأبنية، بص على إيدي كويس. مين ده؟ ده الكربون دايوكسيد، ومين دي؟ بريكنج بوينت. أنا لما أعمل هايبر فنتيليشن قبل الأبنية حد شايف أنا عملت إيه؟ خليت الكربون دايوكسيد اقل، فهياخد وقت اطول علشان يوصل للبريكنج بوينت. يبقى لو انت يا دكتوره انجو قلنا لك احنا عايزين نطول زمن الابنيه، تقول لنا قبل الابنيه نعمل حاجه اسمها ممكن يا دكتوره سواء نتنفس بيور اكسجين، نتنفس ايه؟ ممكن حضرتك تعمل سوالوينج، تعمل ايه؟ بس عمليه البلع نفسها خدناها في الجي اي تي دائما يصاحبها ابنيه. وممكن بقى حضرتك تنزل في الفول انسبيراتوري بوزيشن، يعني تقوم عامل كده وبعدين تبدا الابني، لسببين غير انك هتخلي معاك هواء اكتر، انت كده مشغل ريسبتور. برافو عليك، اسمه ايه؟ لونج ستريتش ريسبتور، وده بيبعت اشارات انهبيتور. حد عارف انا بشرح ايه اصلا؟ انا بص صحيح محمد وانا فين بالظبط؟ وانا في انهي حته؟ اللي هي اول واحد في الهيلث سنتر اللي هو اللي بيعمل حاجات ممكن تكون الحاجات الفولانت زي ديت ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ وممكن
وعشان اطول زمن الابنيه ممكن اعمل ايه؟ هايبر فنتريشن قبل الابنيه، او اتنفس بيور اوكسجين، او انزل في الفول انسبيراتوري بوزيشن، او ان انا اعمل سوالنج. تمام؟ الليمبيك سيستم دوت ده بتاع الايموشنز، بيتهيألي انت سمعت عنه كتير خلاص. فمع الانفعالات الشديده احيانا دوت ياثر على التنفس. علشان كده يا مجدي ساعات الواحد لما يبقى متعصب في خناقه تلاقي النفس بتاعه بقى متسالة، ولا والله العظيم ثلاثه لو اديكوا بس اسبوع عليا. ده الليمبيك سيستم، هو الايموشنز هنا بتاثر على التنفس. الهايبوثالامس بيشتغل من خلال التمبريتشر ريجوليتنج سيستم ومن خلال الاطلاق. يعني حضرتك مثلا لو بتجري من كلب، فالسمباثاتيك هنا لازم يزود معدلات التنفس بتاعتك، يبقى ساعتها مين اللي هيبعت يزود التنفس للدكتور سهى؟ ايوه خلاص. حضرتك واحنا في البرد ممكن التنفس بتاعنا يقل شويه، لو حضرتك دخلت في ميه ساعة فحضرتك ممكن التنفس نفسه يحصل له زي نوع من انواع التوقف. يعني ممكن تبقى حضرتك مثلا بتاخد دش وبعدين مره واحده تقوم نازل عليك يعني تفتح الحنفيه كنت تاخد نفس وتبقى عامل كده. دوت ممكن يكون ليه علاقه بالتمبريتشر ريجوليشن. تمام؟ حد عارف انا بشرح ايه؟ ريجوليشن انا بشرحه دلوقتي هو وهذا النون كيميكال جاي من كبير هاي سنتوز بتاعتكم او طب تعالى ما احكي لك على الاسبيراتوري سيستم. الاسبيراتوري سيستم جزئين، الجزء الاولاني ابر ريسبيراتوري باسنجز، والجزء الثاني هو اللانج. فعندكم الساعة كام؟ صلاة؟ يعني أنتم صلاة؟ إيه؟ يعني هي يعني لو فاتت خلاص في بديل إنه دكتور أونلاين. أنت عايز خلاص يسوع خلاص خلاص؟ روح يسوع عشان الحياة الزكية فيها سي كارد تروح؟ ما خدناها في الزكية. فيها سي كارد؟ هي الساعة كام بتبدأ؟ 12 كده. طيب اخلص بس الابر باسنجز وخلاص. فأنا عندي في السبيراتوري سيستم في الابر باسنجز ثلاث أنواع من الريسبتورز مهمين جدا. الريسبتورز الأولانية بتعمل الكحة، أو الأولانية بتعمل العطس سنيزنج، والثانية مسؤولة عن الكحة أو الكافينج، والثالثة مسؤولة عن البلع او سوالوينج. يبقى دي ثلاث انواع من العمليات اللي بتاثر على التنفس، والثلاثه جايين منين؟ من الابر ريسبيراتوري باسنجز. طيب خلينا كده ما نفهم كل واحده فيهم عباره عن ايه. قال لك والله السنيزنج والكافنج دول بيجي لنا ستيمولس عباره عن ايريتنت. ستيمولس عباره عن ايه؟ فهذا الايريتنت يا اولاد لو دخل الانف يؤدي الى العطش. لو حضرتك مثلا البنات دخلت شمت شويه فلفل اسود مع مامتها، الفلفل الاسود دوت اول ما بيخش المناخير فبيعمل اريتيشن، فلان الاريتيشن في الانف بيتنقل على العصب رقم 5 فده اسمه ترايجيمينال، ودوت يؤدي الى سنيزنج. طب لو الاريتنت دوت الدكتوره عدى مراحل الانف ووصل الى التراكية والفارنس، قال لك احنا كده لسه في الابر باسنجز، بس ساعتها يبقى بما اننا في التراكية فهنبعت على العصب رقم 10، هنبعت على العصب رقم ايه؟ يبقى تاني. ايه الفرق بين الكحه والعطش؟ كلاهما بدايته ايرتنت، كلاهما بدايته يا جعفر؟ هذا الايرتنت لو حضرتك الريسبتورز بتاعته لقطته في الانف فدوت يبقى هيحصل سنيزنج. ولو الريسبتورز بتاعته لقطته في التركيه فيبقى اللي هيحصل ايه؟ كافيه، اللي هيحصل ايه؟ كافيه. ده ليه العصب رقم 5؟ ده ليه العصب رقم 10؟ طب ايه اللي بيحصل في الاثنين؟ اللي بيحصل يا جعفر في الكحه او العطس حاجات شبه بعض. لو حضرتك فكرت انك تكح دلوقتي بعد ما اخلص اللي هقوله ده عشان تطبق، هتلاقي ان انت اول حاجه بتاخد ديب انسبيريشن، وبعدين بعدها بتقفل الجلوتس وتبدا تعمل فورس انسبيريشن. ايه ده؟ لو بعد ما اعمل فورس انسبيريشن الجلوتس مقفول الضغط هيزيد، اول ما تفتح الجلوتس فجاه يقوم الهواء طالع.
بس هو هنا بقى بحفظ احنا عندنا فتحه خلفيه للانف خدتها في الاناتوم اللي هي البوستيريور نيزال اوبن. لو انت قافلها يبقى الهواء كله هيطلع من بقك فتبقى كحه. حد متخيل؟ انما لو انت فتحتها يبقى الهواء هيطلع من بقك ومناخيرك، يبقى انت كده بتنفس. حد فاهم اللي انا قلته؟ ايه؟ لما نيجي نكح او نحفظ الكونسنت سبيل عادة بنعمل ايه في الاول؟ ديب انسبيريشن وبعدين نقفل الجلوتس ونبدا نعمل الاكسبيريشن. طب الهواء كده مش عارف يخرج فضلت يحصل له ايه؟ يزيد. اقوم فاتح يقوم الهواء طلع بسرعه. والله بقى لو انت فاتح الفتحه بتاعت الانف من ورا فالهواء يطلع من مناخيرك يبقى انت كده بتعطس. طب ولو انت قافلها يبقى الهواء كله هيطلع. معايا مالك؟ صوفيا؟ نعم يا سيدي. ايه ايه ايه؟ في الاكسبيريشن الطبيعي لما الهواء بيخبط وبيعمل فايبريشن من الفوكال كورد ده بيأدي ان احنا نتكلم صح؟ اه. طيب ايه بقى يفرق ان يعني ايه بقى يفرق ده عن الحركه؟ لا هو انا كنت قافل جلوتس. في فرق يا دكتوره انجن يعني انا دلوقتي الجلوتس بتاعي مش مقفول الهواء عمال يطلع وانا وهو بيطلع عمال احرك الفوكال كورد فكده بيحصل لك الاصوات اللي انا بنتكلم بيها تمام؟ وممكن افتح خالص كده واتنفس من غير ما اعمل صوت خالص. يعني ممكن اكسباير ايه؟ ممكن اكسباير ايوه طبعا اهو. لكن احنا بنتكلم ده بنتكلم انا عاملاه زي بارشل كروشر كده وبهزهم فمع اهتزازهم ديت بيبدا يطلع صوت. في السنيزنج بقى حضرتك الفكره مش في جلوتس اصلا. جلوتس كده كده هيكون مقفول وهيفتح فلو هيفتح بس بقوه. الفكره بقى هو لما يوصل هنا هطلعه كله من بقي ولا من بقي مناخيري؟ فاهمه؟ طيب الريسبتورز بتاعت السوالونج دي اتعدت علينا اصلا في موديول الجي اي تي. فاكرهم يا دكتوره اميره؟ اولا الستيمولس بتاعتي هنا هي البولس والريسبتور موجود في الفالنس والعصب هو العصب التاسع اللي اسمه جلوسو فارنجيال. وكان لما تيجي البولس تفوت كنا لازم نعمل حاجه اسمها سوالونج ابنيا وده واحد من الحاجات اللي بتكتم والا هتشتاق وتموت. فلما اجي اقول لك يا حاج عبد الله انا بشرح دلوقتي نون كيميكال ريجريشن فلازم تقول الكلام ده كلام سهل قوي. نون كيميكال ريجريشن هي اي اشارات ثانيه غير البلاد جاز. واضح ان البلاد جاز دي الاهم لكن الحاجات الثانيه ممكن تكون اشارات جايه من او اشارات من اشارات الريسبيراتوري سيستم ممكن تبقى او جايه من تحت جايه من اللنج. طب اللنج قبل ما حضراتكم تمشوا بقى كان فيها الريسبتور انتوا عارفينه اصلا اسمه ايه؟ لانج ريسبتور. يبقى اول واحد كان اسمه لانج ريسبتور وده اللي كان عامل الهيرنج بلور افكت. ودوت الدكتور سو هيقول لك ايه؟ اول ما يحصل ان وبعدين الالفر وبعدين الجي ريسبتور. فاللانج ستريتش ريسبتور دوت انتوا عارفين دوت لما بيحصل ستريتش للالفيولاي بنبعت اشاراتنا على العصب رقم 10. هي اللنج كلها العصب رقم 10 اصلا. يبقى سواء دوت او دوت او دوت فحضرتك كده كده على العصب رقم 10. انا عايز اسال الراجل ده هو لو حضرتك اللنج حصل لها لنج ستريتش ريسبتور وبعت انشاط على العصب رقم 10 ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انهبيشن لعمليه الانسبيريشن صح؟ طب حضرتك الارتنت ريسبتور ده بيفكرك بمين يا جعفر؟ الارتنت اللي عمل وعمل قال لا يبقى لو حضرتك وقت شاطر الارتنت على حسب مكانه. لو الارتنت عمل ستيميوليشن في الانف يحصل لو في التركيه يحصل ولو في اللنج هنبعت على العصب رقم 10 وهيحصل كافنج برضه. بس مع الكافنج بقى هيحصل برونكو سباز. هيحصل ايه؟ العيال الشاطره يقول لك المعلومه دي معلومه خطيره يا دكتور لان دوت احد الميكانيزمات اللي بتعمل البرونكيا الازمه. ان يجي للعيان بتاعك ايرتنت والايرتنت دوت يتمكن من الوصول الى اللانج فيبدا الشخص مش بس يكح ده يحصل عنده كمان شويه برونكو سبازم علشان ما يدخلش الايرتنت.
ده الطبيعي عندنا كلنا، بس لو العيان بقى عنده حساسية زيادة في البنكوس بازم اللي حاصل ده هيبقى اعلى من الطبيعي بكتير. حد فاهم اللي انا بقوله؟ طبعا نخش بقى القصة بتاعت الهيستامين والكلام ده. اخر حاجة وهنمشي خلاص والله هرسوها هي الجي ريسبتور. الجي ريسبتور ده ريسبتور بيقيس الضغط هنا. حد عارف المنطقة دي اسمها ايه؟ المنطقة ديت اسمها السبايراتور ميمبرين. ده هنا كانت الالفيوال وهنا طبقة الميه وهنا كان البلد. فانا قاعد بقيس لكم الضغط هنا يا جماعه. طب حضرتك بتقيس الضغط هنا ليه؟ قال لك عشان لو الضغط دوت بدا يعلى فدي مصيبه سودة، لان الهيدروستات الكامله اللي بيشرط كده هيعلى. طالما الهيدروستات الكامله اللي بيشرط هيعلى يبقى حضرتك داخل على مرحله اسمها، فهذا الجي ريسبتور المفروض انه مش فيسيولوجيكال ريسبتور. يعني ايه مش فيسيولوجيكال؟ يعني المفروض ما يشتغلش. لانه معنى يا دكتور انجن مشتغل ان في مصيبه سودة بتحصل. ايه بقى المصيبه السودة؟ ان الضغط الهيدروستاتيك كابيلاري بريشر بيعلى، وده معناه ان ممكن يبدا يحصل فلتريشن من الميه جوه الالفيولاي، ودي المصيبه السودة اللي احنا بقينا عارفين اسمها بالمنظر. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله؟ ديسكاس. نيمونيا يحصل ايه؟ يعني في فرق يا دكتوره انجي ما بين الاكيوليشن اوف فلويد، ممكن الانفلاماتوري فلويد نفسه كفلويد في نيمونيا ويبقى اسمها نيمونيا بس؟ لا، وان يبدا هذا الفلويد يتراكم بزياده ويتضاعف وتبقى كومبليكيشن عند عيان نيمونيا تدخله في المرض القديم. فاهم الفرق؟ يعني طول ما العمليه انفلاماتوري فلويد انا ما بقولش ان العيان كويس، بس هو انفلاماتوري فلويد اذا هي مجرد حاله من انيمونيا بدات تبقى كومبليكيتد بالفلتريشن للفلويد جوه الالفيولاي، هي كده خرجت بقى بره انها انيمونيا بس، بقت انيمونيا معاها بالمونيا. ديسكاس كنترول اوف ديسبايريشن. كنترول اوف ديسبايريشن يا رجال. ها؟ حوالينا يبقى انيمونيا، ولو دخل جوه يبقى أيدينا.